بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة تأمل خاصة بعد الوضعية مستقيم العمود الفقري والتنفس لعدة دورات. تخيل ساعة ذهبية دومها في عقلك، اجعلها تدور بشكل دوامة حتى تصبح كرة، كرة متألقة متوهجة. تحسس نفسك وأنت تخرج من هذه الهنيهة من دوامة الزمن، من هذه الساعة التي تسرعت. فتصبح أنت نبضة كونية شاملة. تخيل أنك طفل هذا الكون، لست مرتبطا بزمن، تسبح في بحر الإيقاع الأبدي، تصغي لهمس موسيقى الأفلاك وتغوص في عمق محيط النفس اللانهائي. تخيل أنك نبض الكون الأكبر الذي تكون الأرض جزءا منه. انظر إلى الأرض من الأعلى، شاهد الأشعة الهابطة من الكون والأشعة الصاعدة من الأرض. تخيل الحزم الطاقية حول الأرض، شاهد الكرة الأرضية وهي تتطور معك. ضع الجبال العالية ضمن نطاق رؤيتك، تأمل بياضها كيف أنه شبيه بالنور الأبيض يعكس نور الشمس. حاول أن تشعر في داخلك صمت الجبال وعظمتها وبهائها.
تخيل أنك قوام مثلها، جبل كامل من الصمت، تقف بجمال وبهاء، تقوم قيامة وعيك. تصور الأشجار، شاهد شعاعها المتألق، وانمو معها، دع شعاعك الخاص يحفر بعمق إلى باطن الأرض، واعلم أن جذورك شبيهة بجذور الأشجار. تخيل كيف أن الأشجار تنفض عنها الأوراق القديمة، وتخيل كيف أنك تنفض عن نفسك عاداتك البالية القديمة وطباعك السيئة وأفكارك السقيمة ومشاعرك السلبية، وأنك تتجدد. تتبرعم طاقاتك من جديد لتزهر وتثمر بأفكار خلاقة ومشاعر سامية قدسية نبيلة وآراء جديدة فيها كل الخير للجميع. هكذا نحن قادرون كأشجار كونية على أن نحمل ثمار الروح الحي بنا لنقدمه مع كأس محبة للجميع. انظر إلى الجبال، شاهد طاقة الماء، شلالات أنهر الوجدان تتدفق من الأعالي، وهكذا نحن أيضا نتكون بمعظمنا من الماء، وإننا قادرون أن نوازن السوائل في جسمنا. اشعر بمعمودية يوحنا، كيف أن الماء المتدفق يطهر نفسك من الشوائب ويطهر سوائل جسمك
من كل الآفات والأمراض، ويعطيك التوازن، الطاقة التام لتحفظ وجودك الأرضي فتنمو لتصبح كائنا إلهي. بتناغمك مع زرقة الماء ستسمو لتصبح كائن السماء. من هذا السمو، من هذه الرفعة، من هذا الجمال، من قمة جبل التجلي فيك، انظر إلى الناس، كل الناس، وانظر إلى أشخاص تريد تخصيصهم، وأرسل لهم شعاع محبة قرنفلي اللون، وردي، غلف محبيك وأصدقائك وأعدائك باللون القرنفلي الوردي. تأمل جسدك وكيف أن النحات الرباني قد خلقك في أحسن تقويم. اعتبره لوحة فنية، تمثال حي. انظر إلى هالاتك اللونية ومراكز الطاقة المتعددة الألوان. انظر إلى مسارات الطاقة فيك بالآلاف، بعشرات الآلاف، كيف أنها تتدفق بجمال ونعومة ولطف من سيالات طاقة السماء تسري بك. التفت إلى الجانب الذهبي من طبيعتك وكن واعيا لقرص الشمس القائم فيك. الشمس بداخلك، وتصور القمر أيضا فيك. فأنت بقسميك، الموجب والسالب، الذكري والأنثوي، كائن خالد. اغطس بنعومة ولطف مع لون القمر الذهبي، المنعكس عن أشعة الشمس، وتصور كيف أن لونه لوحده فضي. اغطس بهذه الأشعة الفضية الباردة وتأمل الفضاء الأزرق العميق وبهاء النجوم. الشمس منبع للنور، والأشعة الذهبية تعكس على كل شيء، ترفع حرارة الإيمان التي تحتاج لبرودة الحلم لتعديلها. فكلما ارتفعت فيك
حرارة العقل، حرارة الإيمان، حرارة القلب. فكر بأن تغطس في الأشعة الفضية الباردة للقمر فيك. أنت التوازن وأنت الميزان، أنت كون أصغر، أنت كائن خالد. اصغي إلى حركات ذراتك وكيف أن كل ذرة فيها نواة وإلكترونات، وكيف أن الأشعة الذهبية والفضية تتناوبان على شكل الحركة والسكون والمفيد والمستفيد والموجب والسالب واللون الذهبي والفضي. وهكذا فقد وهبنا الله الطاقة البرتقالية لنأكل ونمتص الغذاء فكر الآن بهذا الغذاء، غذاء العقل، تناغم الأفكار. اجعل هذه الأفكار تتسم باللون البنفسجي والروحانية. اجعل عقلك يسمو ويسمو. فكر بغذاء الروح واشعر وكأن جسدك يتلقى الضوء الشفاف. وجه هذا الضوء من أعلى قمة الرأس إلى جميع المراكز الطاقية، من قمة الرأس إلى العين الروحية، إلى منطقة الحنجرة فالقلب، ومنطقة الضفيرة الشمسية المعدي، ومنطقة السرة، ومنطقة القاعدة. املأ نفسك كلها بالنور، نقي نفسك بالنور، اشحن نفسك بطاقة النور والحياة. إنك تتنقى وتذوب منك الشوائب ووصمات السوء. أخيرا كن ممتنا وقدم شكرك العميق للحقيقة السامية. اخلق لنفسك أجنحة الغبطة وحلق إلى فضاءات الوجود فيك، حلق للداخل باتجاه المستوى الأعمق للوعي. اسهر نفسك في المعرفة الكلية للروح الواحد في الجميع. عندما تلامس أعتاب الأبدية، عندما تتذوق معنى اللانهاية، تنتهي الكلمات وتتوقف الأفكار، ولا وجود إلا للصمت. الصمت، صمت العارفين.
صمت من لامس الحقيقة بداخل عمقه الوجداني. ابقى هنا ساكنا وكن خالدا إلى الأبد. وكن خالدا إلى الأبد. وكن خالدا إلى الأبد. وكن خالدا إلى الأبد.